الرئيس السيسي يشدد على ضرورة نقل تكنولوجيا التصنيع الرقمي تلبية لطموح مصر في التطور والتنمية. الرئيس العراقي يعلن تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لاسترداد عائدات الفساد والأموال المهربة إلى الخارج. وألمانيا تفرض حجراً أسبوعين على القادمين من بريطانيا بسبب النسخة الهندية المتحورة من كورونا. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مرحباً بكم، وبدأت هذه النشرة مع زميلتي نهى درويش. إليكي نهى. أهلاً بك دعاء. أهلاً بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي اجتماع آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عملية توطين الصناعة ونقل تكنولوجيا التصنيع الرقمي إلى مصر. خلال استقبال كريستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة دي أم جي موري الألمانية، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليا، فضلا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية، وبما يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكدا سيادته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة. كما طالب سيادته نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي. من جانبه نقل السيد نيكوس خريستودوليدس تحية الرئيس القبرصي إلى السيد الرئيس، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقة الإقليمية ودور محوري في المنطقة بقيادة السيد الرئيس، ومؤكدا أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز. كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة، حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص التقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس على أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كريستيان ثونز رئيس مجلس إدارة دي أم جي موري الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة مريم ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب السيد ستيفان بورغوف مدير عام الشركة، والسيد محمود علي العضو المنتدب للشركة في إفريقيا. الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة دي أم جي موري لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة. وقد تم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة دي أم جي موري لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية. وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرا للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حاليا، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصة مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة ليس فقط داخل مصر ولكن أيضا بالنفاذ إلى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة. من جانبه أشار السيد الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة دي أم جي موري في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشددا سيادته على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعربا عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليا فضلا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليا ومستقبليا. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد دعم المجلس لتوجيهات القيادة السياسية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح وحتى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ومؤكدا أن هذه الإجراءات تؤكد أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادة وشعبا. في هذا الصدد فإن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاءً بما أعلنه فخامته من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادة وشعبا. وأشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدور المحوري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء في قطاع غزة، كما وجه الشكر إلى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في توصيل قافلة المساعدات للشعب الفلسطيني. أتوجه باسمي واسمكم بالتحية والتقدير للدور المحوري والرائد
الذي قام به فخامة الرئيس للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة ويحد من الخسائر البشرية والمادية. ويؤكد مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن. وأحرص في هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي. الأمر الذي ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ باعتبارهما صوت الشعب المصري. يسود الهدوء أنحاء قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية عقب 11 يوما من القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على القطاع. تتواصل التحركات المصرية في الأراضي الفلسطينية في إطار جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالمساعدات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقالت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية إن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات لعبور المساعدات إلى قطاع غزة، مثمنة دور مصر في استقبال مستشفياتها للعديد من الجرحى والمصابين من الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي التنسيق لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. أفادت الخارجية الأردنية بأن اللقاء جاء من أجل متابعة الجهود والتنسيق المستمرين بين الأردن وفلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدستها وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لاسترداد عائدات الفساد والأموال المهربة إلى الخارج يتضمن إجراءات استباقية رادعة. وقال صالح في كلمة له أن العراق يواجه منذ سنوات ظاهرة الفساد المرتبطة بشكل وثيق بظاهرة الإرهاب والعنف، مشيرا إلى أن ملايين طائلة من الدولارات لا سيما من قطاع النفط هربت إلى الخارج. أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون استرداد عوائد الفساد، حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة. ونأمل على مجلس النواب مناقشة المشروع وإغنائه وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة. إن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله. أوصى البرلمان اللبناني بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. وفي كلمته أكد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها الرئيس اللبناني عون. أضاف الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة لوقف الانهيار الاقتصادي
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يساعد بيروت في ظل عدم وجود حكومة. ما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تلقي بظلالها على البلاد التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية. مجلس النواب اللبناني أوصى بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع الرئيس ميشيل عون. توصية البرلمان اللبناني جاءت في بيان تلاه رئيسه نبيه بري في ختام جلسة عقدت لمناقشة رسالة الرئيس ميشيل عون المتعلقة بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة. بري قال إن المجلس كلف الحريري لتشكيل الحكومة، وإن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً. وتحت قبة البرلمان قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن الرئيس عون لم يكن يهدف إلى سحب تكليف الحريري في رسالة بعثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، محملاً في رسالته رئيس الحكومة المكلف مسؤولية عرقلة التأليف. الحريري في رده أكد أنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس عون ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. الحريري أضاف أنه لن يشكل الحكومة إلا التي يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين في حياتهم ودولتهم. لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم. كان قد تم تكليف الحريري في أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسن دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، لكن الخلاف حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقررة في بروكسل غدا وبعد غد قائمة واسعة من الملفات وأبرزها جائحة كورونا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى جانب العلاقات مع روسيا. وتعد هذه القمة الأولى التي يلتقي فيها زعماء دول الاتحاد وجها لوجه منذ ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا. لأول مرة منذ ديسمبر من العام الماضي سيلتقي القادة والزعماء الأوروبيون وجها لوجه في قمة جديدة تعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء. سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي على مدى اليومين قائمة واسعة من الملفات أبرزها جائحة كورونا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى جانب العلاقات مع روسيا. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل استبق القمة وأكد أن الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي تم الوصول إليه برعاية مصرية، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين سيعبرون عن دعمهم للتوصل لحل دائم قائم على أساس حل الدولتين، وأشار إلى أن الحل السياسي المتفاوض عليه هو الذي سيمنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمن والسلام. وفيما يخص الملف الروسي، من المنتظر أن يتناول القادة قضايا مثل اعتقال المعارض أليكسي نافالني والحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وبطلب من إيطاليا تم إضافة ملف اللاجئين إلى جدول الأعمال إثر ازدياد أعداد القادمين من ليبيا مؤخراً مع ارتفاع درجات الحرارة، داعية إلى المزيد من التضامن معها. وحول فيروس كورونا تسود حالة من التفاؤل لدى الرؤساء بشأن مسار الجائحة مع زيادة زخم عمليات التطعيم في عموم الدول الأوروبية، إلا أنهم يتفقون على ضرورة الاستمرار في التدابير مع اقتراب موسم السياحة الصيفي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من بروكسل محمد أبو مهادي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد محمد في هذه الجولة الإخبارية. في البداية يعني أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها بجانب بالطبع جائحة كورونا. يعني في موضوعين في هذه القمة تحديدا، موضوع جائحة كورونا ونقص اللقاحات ومسألة الحظر المفروض على يعني السفر وعلى كل الإجراءات المتعلقة بقضية كورونا، إضافة إلى العلاقة مع تركيا ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتعهد حسن نية كما عبر عنه بعض القادة الأوروبيين من أجل تعزيز العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والنظام التركي.
هذه قمة يعني افتراضية، وأزمة كورونا بالطبع هي على كل على رأس جدول أعمال كل القمم الأوروبية التي عقدت منذ بداية الجائحة حتى هذه اللحظة. نعم. ولكن يعني تبرز أحيانا موضوعات سياسية تطغى يعني على هذه القمة على غرار الأموال التي يعني تخصص من قبل دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الجائحة، وموضوعات السفر والقيود على السفر وجواز السفر جواز سفر كورونا. هذا نعم بالفعل يعني جواز السفر، هل نتوقع أن يتم التصديق على هذا أو قرار جواز السفر الأوروبي والذي يسهل حركة التنقل بين في الحدود الداخلية لأوروبا؟ من غير المتوقع أن يتم الاتفاق، لكن سيجري النقاش. نعم. في دول كثيرة من دول الاتحاد الأوروبي بالذات دول الجنوب عمليات اللقاحات يعني محدودة، وبينما دول أخرى وصلت فيها اللقاحات إلى 70% من مواطنيها، بمعنى أنه في تفاوت ما بين قدرات الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع هذه الأزمة مع مواطنيهم. دول الاتحاد الأوروبي ليسوا في إطار سياسة واحدة ووضع اقتصادي واحد في هذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع خلافي وسيظل خلافي. نعم. إلى أن يعني أن تنضج رؤية أكثر يعني تطورا في مسألة كورونا. طيب أستاذ محمد، أخيرا يعني موضوع الهجرة قد أدرك في آخر لحظة على جدول الأعمال بطلب من إيطاليا، وكانت أوروبا في السابق فشلت في إيجاد آلية موحدة لهذه المشكلة، هل نتوقع إيجاد حل في هذه القمة لمشكلة الهجرة؟ لا يوجد حل لا في هذه القمة ولا في قمامها اللاحقة، باعتبار أن هذا موضوع منصوص عليه في الاتفاقيات ما بين الدول الأعضاء في داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك تعهدات أو تعاقدات دولية في موضوع الهجرة واللاجئين. ربما هم حاولوا خلال الفترة الماضية حل الأزمة أزمة المهاجرين واللاجئين من خلال اتفاقية مع النظام التركي ليقوم بالحد من موجات الهجرة الكثيرة التي شهدناها بعد يعني غزو العراق ومرورا بالأزمة السورية، ولكن يعني هذه القضية يعني لم تحل بشكل جذري. اليونان أيضا يتحمل أعباء إلى جانب تركيا في هذا الملف، لكن أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء حاسم بعدم استقبال المهاجرين فهذا صعب جدا، لأنه في اتفاقيات ملزمة وفيها المسألة قضايا حقوقية متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية دبلن أعتقد في التي يعني تحدثت بشكل واضح عن موضوع اللاجئين. هذه مسألة حقوقية لا تستطيع أي دولة التخلي عنها، ولكن هناك دول تلقي بالأعباء على عاتق دول أخرى، إيطاليا، اليونان هي التي من وأسبانيا إلى حد ما هي الدول الأكثر تحملا من دول الاتحاد الأوروبي لعبء المهاجرين واللاجئين طوال السنوات الماضية. نعم، شكرا لك عذرا لضيق الوقت، شكرا لك أستاذ محمد أبو مهادي الكاتب والمحلل السياسي. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني. قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن غروسي سيطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الوكالة. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلياكباف أن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى، وأوضح قلياكباف أن الاتفاق الساري منذ 3 أشهر انقضى ولن يكون للوكالة أي صلاحية للوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية الفنية بين الجانبين.
دفع ثوران بركان مدينة غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سكان دفعهم إلى الفرار، فيما أعلنت الحكومة عن تفعيل خطة للإجلاء وفر المواطنين، وذلك باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة بعدما تناثرت الحمم البركانية في مدينة غوما والتي يبلغ تعداد سكانها 2 مليون شخص. لأول مرة منذ 20 عاما ثار بركان جبل نيراغونغو في الكونغو الديمقراطية لتحول حممه السماء إلى كتلة نارية أثارت الذعر في مدينة جوما والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة. يقع البركان النشط في محمية فيرونغا الوطنية، وهي الحديقة الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي مدينة جوما بالقرب من الحدود مع رواندا. شهود عيان قالوا إن الحمم البركانية اجتاحت بالفعل العديد من الطرق السريعة قبل أن يتوقف تقدمها في الساعات المتأخرة من الليل، في حين هرع الآلاف لترك منازلهم، وشوهد خروج مئات السيارات من المدينة باتجاه مناطق آمنة. وأفادت سلطات الهجرة الرواندية بأن حوالي 3000 شخص عبروا بالفعل رسمياً الحدود من الكونغو هرباً من ثورة البركان. ومن أجل تنسيق جهود الإغاثة قطع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي زيارته إلى أوروبا ليعود إلى البلاد، كما أعلنت الحكومة أنه جرى بالفعل تفعيل خطة الإجلاء داعية السكان إلى الهدوء. وفي ظل ترقب خمول بركان جبل نيراغونغو تشكل ألسنة لهب وأبخرتها القوية والحمم الصخرية تشكل تحديا بيئيا فضلا عن المخاوف من التأثيرات الصحية والناجمة عن انتشار الانبعاثات الكربونية. ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جراء موجة من البرد القارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومترا من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة. وقال مسؤولون أن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد، ما أدى إلى مصرع عدد من المتسابقين. ذكرت وسائل إعلام صينية أن سيارة صدمت حجرا من المشاة في مدينة داليون الساحلية شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل 5. وقالت وكالة شينخوا إنه تم القبض على السائق وثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. أضافت أن السلطات تجري المزيد من التحقيقات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 980 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186,223 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ولافتا إلى وفاة 59 حالة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 252,690 ومن ضمنهم 14,670 حالة وفاة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167,310,000 نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأتي هذا في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3,584,000 حالة. تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. تبدأ السلطات الصحية الألمانية فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا لمدة 2 أسبوع بسبب تفشي النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. وبموجب ذلك القرار سيتم تصنيف بريطانيا اعتبارا من اليوم منطقة متحورات فيروسية، ولن يسمح لشركات الطيران والقطارات والحافلات أن تنقل إلى ألمانيا سوى المواطنين الألمان
أو الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا بصورة دائمة، وسيحد هذا القرار بشكل كبير من حركة السفر من بريطانيا إلى ألمانيا. أعلن وزير الصحة البولندي عن اعتزام بلاده لتخفيف المزيد من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بحلول 5 يونيو المقبل. أعرب الوزير عن تفاؤله بعودة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها خلال الأسابيع المقبلة مع دخول البلاد مرحلة انخفاض أعداد الإصابات من الموجة الثالثة لتفشي الفيروس، كما أشار إلى أنه مع استمرار أعداد الحالات في الانخفاض ستسمح الحكومة بإعادة فتح الملاهي الليلية وتخفيف القيود على إقامة الأحداث الكبيرة. مع اتساع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا، تبدو القارة الأوروبية في طريقها لفتح اقتصادها بشكل أكبر. في فرنسا استقر متوسط الإصابات الجديدة بكورونا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14,000 لليوم الرابع على التوالي، انخفاضاً من الذروة التي تجاوزت 42,000 إصابة في منتصف إبريل عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها. ألمانيا التي تشهد مظاهرات متكررة لرفض إجراءات الغلق حث وزير الصحة المواطنين على توخي الحذر في مواجهة كورونا مع استعداد أجزاء كبيرة من البلاد لتخفيف القيود المفروضة على تفشي الوباء في عطلة نهاية الأسبوع. أما النمسا فقد رفعت الضوابط الحدودية مع دول الجوار والتي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا على مدار الشهور الماضية. وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية أن الحكومة قررت رفع القيود مع دولتي تشيك وسلوفاكيا والتي كانت مشددة على الحدود منذ يناير الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بشكل مكثف في هاتين الدولتين. وعلى عكس الاتجاه في دول الجوار سارت بريطانيا، حيث أظهرت بيانات حكومية ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 10.5% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه سلالة متحورة من الفيروس تضرب بقوة في الهند، حيث تواجه المستشفيات نقصا في إمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية واللقاحات والأسرة في وحدات العناية المركزة. أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن لقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا يعد أحد أفضل اللقاحات والأكثر طلباً في العالم. وقال ميشوستين أن 70 دولة حول العالم سجلت لقاح سبوتنيك بعدما أثبت سلامته وفعاليته، معتبراً أن ابتكار اللقاحات الفعالة انتصاراً جديداً لروسيا. ويذكر أن فعالية اللقاح الروسي سبوتنيك في والذي يجري التطعيم به على جرعتين تصل إلى 91.66% حسب نتائج الاختبارات السريرية. أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في بريطانيا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة. وفقا للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة البريطانية، فإن لقاح فايزر بايونتك وفر فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي و93% ضد المتحور الإنجليزي، بينما وفر لقاح أسترازينيكا فعالية بلغت 60% ضد المتحور الهندي و66% ضد المتحور الإنجليزي. رحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة والتي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي والذي يهدد التفشي بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من لندن الدكتور أحمد سلمان مدرس علم المناعة جامعة أكسفورد. دكتور أحمد، بعد التحية، تعليقك على هذه الإحصائيات، وخاصة أن كان هناك إعلام من قبل رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة على وشك أن تعود مرة أخرى إلى طبيعتها بعد تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين هناك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ دعاء والأستاذ المشاهدين. طبعا كما حضرتك ذكرتي، يعني فعلا الحياة في إنجلترا بدأت بالفعل في العودة لطبيعتها. تقريبا كل حاجة رجعت يعني تفتح مرة أخرى، سواء
يعني المدارس او المطاعم او الكلام ده كله. والشيء المبشر فعلا الدراسه الاخيره من يعني الهيئه المنظمه الرقابيه داخل انجلترا بخصوص يعني اللقاحات. السلاله الهنديه حاليا يعني ليست اخطر سلاله في قدرتها على الهروب من التطعيمات او من اللقاحات. تظل السلاله بتاعه جنوب افريقيا هي فعلا الاكثر يعني هروبا من اللقاحات، ولذلك اغلب المصنعين بيحاولوا انتاج سكند جنريشن، ومنهم هنا في اوكسفورد، او يعني نوع جديد من اللقاحات يبقى اكثر فعاليه ضدها. الفعاليه بتنخفض بشكل قليل جدا مع السلاله الهنديه مقارنه بالسلاله الانجليزيه او السلاله الاصليه القديمه من الكورونا فيروس، يعني بتقل بنسبه بسيطه جدا لا تتجاوز 5 أو 7%، سواء في لقاح اوكسفورد او لقاح فايزر باينتك. وبالتالي ده يعني انه يمنع العدوى من الاساس، ولكن تظل تقريبا الحمايه تصل لقرابه 100% في منع الدخول في الاعراض الشديده والمضاعفات او الحاجه اللي يكون تشغله فيها. نعم، اذا دكتور احمد، يعني حتى نكون اكثر وضوحا، النسب التي ذكرناها على سبيل المثال فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، وان هناك 60% وقايه ضد المتحور الهندي و66% ضد المتحور الانجليزي، اذا هذه النسبه لن تصاب بكورونا بشكل عام. بالضبط، دي النسبة اللي بتمنع الإصابة بأعراض تماما، ولكن تظل النسبة قرابة 100% في أن أنت حتى لو أصبت بالعدوى أنه الأعراض تبقى خفيفة جدا، لا تحتاج الحاجة لدخول المستشفى، وإن شاء الله بأقل نسبة الوفيات يعني بنسبة تقارب 100%. فمهم جدا أن هو تأخذ جرعتين من اللقاح، جرعة واحدة بتدي فعالية ولكن بتبقى أقل من 50% للوصول لفوق 60 أو 70% حماية، لابد من اخذ قرعتين من اللقاح حتى يعني تتاكد هذه الحمايه. نعم، دكتور احمد، حدثنا عن الاقبال على تلقي التطعيمات، ومن المعروف ان بريطانيا هناك اقبال كبير على تلقي التطعيمات واللقاحات. الشيء الجيد هنا في انجلترا انه هو تم تطعيم تقريبا يعني 60 مليون جرعه من اللقاحات، 40 مليون شخص تقريبا اخذوا جرعه واحده، واكثر من 21 مليون شخص اخذوا الجرعتين بالفعل. وده بيخلي تقريبا اكثر من ثلثي السكان وتقريبا 80% او 85% من البالغين اخذوا اللقاح بالفعل. يعني الان بدا يعني فتح باب التسجيل لمن هم 18 سنه فما فوق للتسجيل لاخذ اللقاح. تقريبا تم تطعيم كل من هم فوق ال 35 سنه، ويعني بيتم ناو تطعيم في الفتره الحاليه تطعيم الناس اللي هم فوق 18 سنه. إضافة إلى ذلك في دراسات بدأت تظهر بخصوص لقاح فايزر إن هو يعني يمكن استخدامه للأطفال من سن 12 ل 17 سنة، فبرضه في اتجاه الآن إن هو يتم تطعيم الأطفال بعد تطعيم كل البالغين، فلذلك بدأ في فعلا ظهور كبير جدا لفعالية اللقاحات على الأرض سواء في إنجلترا أو يعني الأخبار اللي بتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا الحياة ابتدت فعلا تعود بشكل كبير بطبعه. نعم، من لندن الدكتور أحمد سلمان مدرس علم المناعة جامعة أكسفورد، جزيل الشكر لحضرتك. قلصت فرنسا قيود وإجراءات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، حيث سمحت للمقاهي والمطاعم بتقديم خدمات خارجية، كما سيسمح بتناول الطعام في الداخل اعتبارا من 30 من يونيو. هذا كما أعادت السلطات الفرنسية أيضا فتح جميع المتاجر والمتاحف ودور السينما والمسارح. تشهد المدن الفرنسية عودة الحياة تدريجيا إلى الساحات الخارجية للمطاعم والحانات. ارتسمت الفرحة على وجوه المواطنين في باريس ونيس وليون ومارسيليا بعد دخول خطة الحكومة الفرنسية إلى المرحلة الثانية والتي أعلن عنها الرئيس الفرنسي. تتضمن الخطة أيضا فتح المحلات التجارية بشروط معينة للحفاظ على التباعد الاجتماعي. بفضل احترامهم للتباعد الاجتماعي رجعنا إلى الساحات الخارجية للمطاعم. نعم، رأيت السعادة على وجوههم بالرغم أنه لابد أن يأكلون سريعا حتى يحترمون حظر التجوال في التاسعة. في ناس كثير مرضوا، تعبوا، كانوا تعبانين، في ناس ماتوا كمان، والحمد لله الحين خرجنا ومن سنس لو ديكونفينمون توتال
في انتظار رفع الحظر الصحي نهائيا. وبالرغم من هذا الرفع حتى 9 مساء فقط، إلا أننا سعداء ولابد لنا أن نفرح. مقارنة برفع الحظر الثاني، يجب علينا أن ننتهز الفرصة للاستمتاع بالخروج والحرية والشمس. الرئيس الفرنسي أعرب على صفحته على تويتر عن سعادته لعودة المطاعم والحانات، وطالب الجميع باحترام إجراءات التباعد حتى يتم الانتصار على الفيروس. وهذا ما كتبه أيضا وزير الاقتصاد الفرنسي الذي شجع عودة الحياة على الطريقة الفرنسية للمطاعم. كما أعرب أصحاب المطاعم والحانات عن سعادتهم ومطالبهم أيضا. احنا التزمنا جامد، والواحد مبسوط اللي احنا بدأنا نفتح بعد مدة سنة واحنا تعبانين يعني، بس الحمد لله وصلنا للي احنا عاوزينه، عشان الشعب هنا بصراحة التزام جامد وكل الناس بتحترم الميعاد والقوانين يعني. إغلاق المطاعم في 9 مساء خطأ كبير، لأن الناس تبدأ في العشاء في هذا التوقيت. أعتقد أنه الأفضل الإغلاق في 11 مساء. السابعة والنصف مساء ما زالت الشمس ساطعة. إغلاق المطاعم في 9 مساء خطأ كبير، ولا يمكن لنا تقديم الخدمة اللائقة خلاله. شهدت الساحات الخارجية لبعض المطاعم والحانات تزاحما كبيرا بسبب احتياج الفرنسيين للخروج وممارسة حياتهم الطبيعية والاستفادة من أجواء سطوع الشمس، مع تقديم أجمل الأكلات المتوسطية والأسماك وفواكه البحر التي تتميز بها المدينة. بالنسبة لنا، لأننا تعودنا على العمل حتى منتصف الليل وحتى منتصف الليل ونصف، وفي حال الإغلاق حتى في 11 يجعلنا لتقليل الخدمة والعمالة. بالنسبة لموضوع العمالة، والله احنا دلوقتي احنا يعني بدأناها واحدة واحدة، وابتداء من يوم 9 هنزود في العمالة شوية لغاية آخر الشهر هيكون العمالة كاملة إن شاء الله، لأن هنا البلد بنشتغل على سياح، وبإذن الله العمالة تكون كاملة على يوم 30 بإذن الله. إنهم سعداء، ولكن للأسف موضوع الإغلاق 9 يسبب لهم أزمة حقيقية وصعبة. أعمل أطباق شمال إفريقيا ولبلاد المتوسط، نعم متوسطية وشمال إفريقيا، خليط منهما للعودة إلى أصولنا بالتأكيد. وتبقي المرحلة الثانية لخطة الحكومة الفرنسية المطاعم مفتوحة حتى 9 فقط، بينما ينتظر الفرنسيون المرحلة الثالثة والتي ستكون في 9 يونيو القادم، وسيتم خلالها رفع ساعة حظر التجوال إلى 11 جدد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، جدد التأكيد على استمرار وجود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات. أشار الرفاعي إلى أن المنظومة حلت مشكلة 200 سائق عالق بالمعبر الليبي بالتنسيق مع الخارجية، كما نسقت القمامة المتراكمة ببعض المواقع. قالت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة أنحاء الوطن ونشر التنوير والاهتمام بالنشأ. وأوضحت أن خطة المشاركة في المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل عدة مراحل، ضم أولها 74 نشاطا ثقافية في 21 قرية تتبع 6 محافظات. شهدت قاعة بيكاسو بالزمالك حضورا لافتا في افتتاح معرض الفنانة الكبيرة نازلي مدكور. عرضت نازلي في معرضها الجديد والذي يحمل عنوان تأملات لوحات جديدة مستوحاة من الطبيعة ومنفذة بمواد مختلطة في تنويعات لونية متعددة. أبدأ الحضور إعجابهم بالأعمال الجديدة التي أنجزتها نازلي خلال السنتين الأخيرتين. ويعد هذا هو المعرض رقم 40 في مسيرة الفنانة الكبيرة والتي انطلقت في بداية 80ات القرن الماضي، وقد عرضت أعمالها في كثير من العواصم الدولية، كما تم اقتناؤها من بعض المتاحف الكبرى. والآن مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد.
تتواصل جهود تنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع لتكون شبكة متنوعة تقدم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع. وأكدت وزارة النقل أنها لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لتطوير السكك الحديدية القديمة بميزانية تزيد على 225 مليار جنيه، وتضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة إلى جانب إضافة خطوط جديدة خاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى مع الربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشري الحالي مع انتقاء الجدد بمواصفات متميزة. تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 145 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد بعدد من المحافظات. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تمويلات شركاء التنمية لقطاع النقل تدعم خطط الدولة لتطوير القطاع وتعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أكد وزير النقل كامل الوزير أن هناك خطط طموحة لتطوير قطاع السكة الحديد سيشعر بها المواطن قبل نهاية العام الجاري. قطاع النقل اللي بيستحوذ على اهتمام كبير جدا من شركاء التنمية، يمكن المحفظة كاملة 5 مليار دولار، 20% من التمويل الإنمائي، والتمويل الإنمائي هنا عايزة أتوقف عنده، هو بيبقى دايما تمويلات طويلة الأجل فيها فترات سماح طويلة والسداد على يمكن بتتراوح متوسط 20-30 سنة. قطاع النقل له خصوصية لأن في كل دولة بتحاول أنها تزود من التنمية الاقتصادية ونقل البضائع ونقل الأفراد، بيبقى دايما قطاع النقل من أهم القطاعات اللي بتفتح شرايين للاقتصاد. في نهاية هذا العام إن شاء الله إحنا عندنا خطة كبيرة جدا لتطوير قطاعات سكة الحديدة وخاصة طبعا موضوع الإشارات على الثلاث خطوط الرئيسية سواء من القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الأسوان أو بنها الزقازيق بورسعيد. الخطوط دي بانتهاء تطوير الإشارات فيها في ديسمبر القادم، جايز من سبتمبر نبدأ نحس شوية لما توصل نسبة التنفيذ إلى نسبات عالية فوق 90%. تتواصل جهود استكمال خطط الإنتاج والتطوير والتحديث والتوسعات بمشروعات البترول المختلفة بمحافظة الإسكندرية. وخلال جولة تفقدية لوزير البترول طارق الملا بشركات تكرير الإسكندرية للبترول وموك وأنرباك في المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة، أكد الملا أن ما تشهده صناعة تكرير البترول حالياً يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول في مصر وتلائم مرحلة التطور والنمو التي تشهدها الدولة وتواكب المواصفات العالمية وتحقق رؤية وزارة البترول في الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2023. تتواصل جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأتوبيسات بالسوق المصرية. وخلال مباحثاتها مع إحدى الشركات الصينية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة حريصة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل الجماعي، وذلك من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بالتوازي مع توطين المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. يبدأ تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بالمنطقة الثالثة في بني سويف الجديدة خلال الرابع من يوليو القادم. أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إلى أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة سيستمر في تسليم قطع الأراضي حتى 5 أغسطس القادم، موضحا أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وجميع المستندات الخاصة بقطع الأرض قبل الاستلام. والآن هذه وقفة مع أخبار الرياضة.
تتواصل اليوم فعاليات بطولة الجونة الدولية للسكواش في نسختها التاسعة، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 20 إلى 28 من مايو الجاري. كان مروان الشربالي حامل اللقب قد وضع منافسات النسخة الجارية مبكرا أمام مواطنه محمد أبو الغار، وفازت نور الشربيني على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تأهل محمد الشربالي على حساب غريغ لوبان. Certainly going to take a lot of energy out of her as well because she's having a cover. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب التعادل مع مضيفي سان داونز بهدف لكل منهما في إياب ربع نهائي البطولة. وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ليعبر بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى قبل نهائي البطولة في حملته للدفاع عن لقبه. تأهل كايزر تشيفز قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته أمام مضيف سيمبا تنزاني بثلاثة أهداف نظيفة في إياب ربع نهائي. استفاد كايزر تشيفز من فوزه ذهابا بربعية نظيفة، كما صعد الوداد البيضاوي إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفوزه على مولودية الجزائر بهدف نظيف، وذلك عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل منهما. تأهل الترجي إلى الدور ذاته بعد تغلبه على شباب بوزداد بركلات الترجيح 3-2، وبهذه النتيجة يلتقي الترجي مع الأهلي ويلعب كايزر تشيفز مع الوداد البيضاوي. يحل فريق بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر اليوم باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويكفي بيراميدز الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين ليصل إلى المربع الذهبي للبطولة للموسم الثاني على التوالي، وذلك عقب فوزه في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف. توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه بتغلبه على مضيفي بلد الوليد بهدفين مقابل هدف في الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة. وصل أتلتيكو مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 86 ليتوج باللقب للمرة الأولى منذ 7 أعوام، بينما هبط فريق بلد الوليد بشكل رسمي بعد احتلاله للمركز 19 وقبل الأخير برصيد 31 نقطة. تسلم لاعبو بايرن ميونخ درع الدوري الألماني وميداليات التتويج باللقب عقب فوزه على أوكسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة البونس ليغا. ونال بايرن ميونخ في الموسم الجاري لقب الدوري الألماني للمرة 9 على التوالي و31 في تاريخه. حطم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ رقم جيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد بالدوري الألماني والصامد منذ 49 عام، وذلك بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم أمام أوكسبورغ ليرفع حصيلته إلى 41 هدف، متفوق بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق. حصد المهاجم البولندي جائزة هداف الدوري في الدوري الألماني للمرة السادسة في تاريخه، كما احتل المهاجم البولندي المركز الثاني في قائمة هدفي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدف. سجل هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ثنائية ليفر ليفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف على بايرن ليفركروز لينهي الموسم في الدوري الألماني ثالثا. وضع اللاعب النرويجي الفريق صاحب الضيافة في المقدمة بعد مرور 5 دقائق من المباراة، وسجل هدفه 27 في الدوري قبل 6 دقائق من النهاية. To make his move.
حافظ فريق كولن على أمله بالبقاء في الدوري الألماني، وذلك عقب تغلبه على ضيفه شالكا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. بهذه النتيجة هبط فريق فيردر بريمن للمرة الأولى منذ عام 1980، وسيلعب كولن مباراة ملحقة الصعود والهبوط مع فورث من الدرجة الثانية. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة نقل تكنولوجيا التصنيع الرقمي تلبية لطموح مصر في التطور والتنمية. الرئيس العراقي يعلن تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لاسترداد عائدات الفساد والأموال المهربة إلى الخارج. ألمانيا تفرض حجراً أسبوعين على القادمين من بريطانيا بسبب نسخة الهندية المتحورة من كورونا. مشاهدينا، انتهت النشرة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وقدمنا إليكم هذه النشرة نهى درويش ودعاء جدل حق.